اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات من شيفروليه في ابو ظبي والعين. بن حموده للسيارات بيقدم لكم السياره التي طال انتظارها، الشيفروليه سيلفرادو موديل 22 كرو كاب او الكابينتين LT Z71 شبك كروم، دعميات كروم، حساسات اماميه وخلفيه، رنجات اس 20 Z71 اوف رود باكج، الإضاءة النهارية على المرايات للكامب والأوفرود، القاطعني على المرايات، دخول ذكي على الأبواب، استهلاك بترول الليتر الواحد يمشي في حدود 10 كيلو. نشوف الداخلية، تخشيب على الأبواب، الأوفرود باكج، باركينج أوتوماتيك، عداد بشاشة ديجيتال، مثبت السرعة، كروز كنترول طبعا، والتحكم كامل في الستيرينج، كرسي السائق اوتوماتيك، وهنا السيت مفصول عشان فيه شاحن لاسلكي للتليفون، في عندنا البوش ستارت، تحكم في المكيف، خاصية فصل الماكينة، فصل الايرباكز قبل الدخول للبر. شاشة 8 انش، يعني عندنا الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، نقدر نوصلهم طبعا وايرلس او بالكيبل حسب اللي انتم محتاجين تشغلوها بيه. وطبعا احنا عارفين الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، الويز، الواتساب، الجوجل مابس، كله بيظهر عندك على الشاشة، بس مجرد توصيلك للتليفون بالكيبل او حتى بدون الكيبل. طيب السيارة دي بتكون 5.3 V8 8 سرعات اوتوماتيك، 355 حصان. السيارة بتشتغل بدايناميك فيول مانجمنت، يعني بتفصل 6 سلندرات وبتبدأ شغلها من سلندرين 2 فقط، بقية السلندرات بتكون حرة ودايناميك حسب الحاجة، هي بتفتح وتقفل بدون تدخل من السائق في أجزاء من الثانية، ما بتحسش بيها فعليا. عندنا هنا فتح الريموت، فتح باب الصندوق بالريموت، طبعا الجزء الثاني من الصندوق بتفتح مانيوال عشان هو فقط للحاجه وقت الحاجه، يعني احنا عارفين دي خلاص بيقول عليها الدرج عشان يسهل الدخول والخروج، وزي ما انتم شايفين يقدر يشيل لحد 170 كيلو على الدرجه الاولى في المطلع. تمام، دبة عميقة جدا ما شاء الله، صندوق كبير يشيل كل الأغراض. السيارة فيها الواي فاي، بعد ما تشترك في خدمة الأون ستار بتفعل الخدمة، تفعيل مجاني، بتاخد الستاندرد باكج 10 سنوات مجاني. تمام، السيارة دي طبعا بتستخدم في البيت، للبر، في عزبة، مزرعة، بحر، جر، تحميل، كله شغال معاك. كل ما عليك هو انك تتصل على مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين، وتشرفنا نحجزها لك وتستلمها قبل العيد لان الكميات مش كبيره قوي بصراحه. واهلا بكم.